في أكتوبر عام 2020 تم إطلاق برنامج تجريبي للدفع الإلكتروني بالعملة الرقمية الصينية في مدينة شنجان. 央行数字货币是一种法定货币，在这一点上，它跟现金是具有同样的效应。 والآن يمكنك أن تقول إن المال هو فقط رقم بالنسبة لي. يمكن استخدام طرق مختلفة لدفعه، طالما أن هاتفك يعمل حتى لو لم يكن طرف صفقة متصلي بالإنترنت. لا يزال يمكن تحقيق دفع إلكتروني بالعملة الرقمية. شبكة جيل الخامسة والنقل كمومي والذكاء الاصطناعي والقيادة بدون سائق ونظام بيضاء للملاحة والعملة الرقمية للبنك المركزي وغيرها من التكنولوجيات تجعل الإنترنت أشياء أقرب إلى الواقع في عام 2020 وتتعمق في الحياة والإنتاج لكل واحد منا. إن التكنولوجيا يجعل الحياة أفضل.